هل أدوية المناعة بيكون ليها دور مهم في حمايتهم؟ بنأكد تاني إن بنرجع دايما نأكد في كل مرة إن أهم من أي دواء هي التغذية السليمة. دايما بننصح الأمهات في الموسم ده بالذات، ونرجو طبعا إن الموضوع ده يتحول إلى يقين وقدرة وتطبيق، إن إحنا نبتعد تماما عن أي حاجة ما دون التغذية السليمة. ولما أنا أكد على التغذية السليمة دي، يعني نعود أولادنا على الابتعاد على الحاجة اللي موجودة في علبة أو كيس، المعلبات بشكل عام، مفهوم. الوجبات السريعة بشكل خاص. بقى عندنا في أطفال بينمو دلوقتي حياته كلها وعايش على الوجبات السريعة أو الأكل من بره البيت. طبق السلطة ما بقاش موجود، والمشروبات الصحية السليمة ما بقاش موجودة، وبقى البديل بتاعها في البيوت كتير جدا المياه الغازية للأسف. فهل الأدوية هي الاختيار الأمثل؟ الإجابة قطعا لا، التغذية السليمة هو الاختيار الأمثل.